أسعد الله صباحكم مشاهدين قناة شوف تي في بكل خير. إليكم الموجز الإخباري الأول لنهار اليوم، ونستهل بالخبر الوطني حيث أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة الداخلية عن تفكيك خلية إرهابية بمدينة الفنيدق تتكون من 3 أفراد أعلنوا ولاءهم لزعيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا والعراق. وأفادت الوزارة في بلاغ توصلت شوف تي في بنسخة منه أن الفرق الوطنية للشرطة القضائية قد تمكنت على ضوء تحريات وصفتها بالدقيقة قامت بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية ينشط أعضاؤها بمدينة الفنيدق. وقد أظهرت الشرطة القضائية على أن المشتبه فيهم كانوا على صلة وثيقة بأعضاء الخلية الإرهابية التي كانت تنشط بشمال المملكة ومدينة فاس لتجنيد مقاتلين للالتحاق بصفوف ما يسمى الدولة الإسلامية والتي جرى تفكيكها السنة المنصرمة. في خبر آخر، تلقت مختلف مصالح الشرطة عقب حادث شارلي إبدو في باريس الأسبوع المنصرم تعليمات بتجديد المراقبة على المواطنين الوافدين على المعابر الحدودية بكل من باب سبتة ومليلة، وأيضا الموانئ تحسبا لمحاولة تسلل أفراد إلى المغرب بهويات مزورة يشتبه في علاقتهم بأحداث باريس. وأشارت يومية أخبار اليوم أيضا إلى أن سلطات مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تلقت تعليمات هي الأخرى لتجديد الحراسة والمراقبة المسافرين المنحدرين من مدينة سبتة. في خبر آخر، يتم طبع 3 ملايين نسخة من عدد الأسبوعية الفرنسية الساخرة شارلي إبدو، وهو العدد الذي يأتي مباشرة بعد الهجوم على مقرها الأربعاء الماضي والذي راح ضحية 12 شخصا من بينهم صحفي الأسبوعية. وستعيد الأسبوعية في عددها لليوم والذي لقبته بالأحياء في إشارة منها للذين نجوا من الهجوم نشر رسومات المسيئة لرسول صلى الله عليه وسلم كإصرار على مواقفها السابقة. في خبر آخر، أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والأنقاذ بإندونيسيا صباح اليوم أن الغواصين انتشلوا صباح اليوم الصندوق الأسود الذي يضم تسجيلات قمة القيادة إير آسيا التي تحطمت يوم 28 من الشهر الماضي في بحر جاوة وعلى متنها 162 راكباً. وأوضح مسؤول بالوكالة في تصريح للصحافة أنه تم العثور على الصندوق الأسود في نفس الموقع الذي تم فيه انتشال مسجل بيانات الرحلة، وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم نقل الصندوق الأسود إلى العاصمة جاكرتا لتحليله. ونختم دائما مشاهدينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الفوز بلقب أفضل لاعب في كرة القدم لعام 2014 أمس الاثنين في مدينة زيورخ السويسرية خلال الاحتفال السنوي الذي يقيمه الاتحاد الدولي للعبة فيفا. يذكر أن رونالدو يفوز بأفضل لاعب للمرة الثالثة في مشواره الكروي. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، إلى اللقاء.